هذه الكرة مرفوعة الرأسية الموجود جول 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 هدف التعادل جاكوباتسي الأوروغوياني بالاسم الإيطالي يسجل هدف لفريق ليتشي كأنه يستمع إليه كأنه يعرف بأن التاريخ عاند فريقه كثيرا عندما استقبل روما. الآن يأتي التعادل ليتشي من أجل الحلم والحلم مشروع بتحقيق أول انتصار لفريق الفيا ديل ماري على الفريق القادم من العاصمة. كرة رفعت من الناحية اليمنى من موناري رأسية رائعة من جاكوماسي. كم مرة تقدم عليكم كم مرة حاول أن يخدعكم جاكوماسي يا دفاعات فريق روما لم تتعلموا الدرس. جاء جاكوماسي مرة جديدة سدد كرة رائعة على يمين الحارس دوني هذه المرة دوني لا